السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكل متابعين قناة قيصر الصعيد. الانتخابات الليبية على الأبواب ومفاجآت من العيار الثقيل. ترشح ابن العقيد معمر القذافي سيف الإسلام القذافي يعود إلى المشهد من جديد ويقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية، بالإضافة إلى المشير خليفة حفتر هو كمان قدم أوراقه لرئاسة ليبيا. فهل تشتعل الأمور وهل من سيكون له نصيب الأسد في الانتخابات الليبية القادمة؟ وطبعا الانتخابات الليبية سيكون فيها مرشحين كثيرون، ولكن أبرزهم حتى الآن سيف الإسلام القذافي يعود للمشهد من جديد مع المشير خليفة حفتر، كما قدم فنان كوميدي ليبي أيضا أوراق ترشحه لرئاسة ليبيا. طبعا ليبيا بلد عربي شقيق، نتمنى له التوفيق والأمان والاستقرار دائما وأبدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.